عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما على قناة الشعب قناة شوف تي في. بالنسبة للحادثة اللي وقعت ما بين مدينة الدار البيضاء والمحمدية ما بين شاحنة من حجم الكبير موك وحافلة من النقل ديال المسافرين، فاتتنا حضرات سيارة أو شاحنة عفوا حافلة لنقل الركاب اللي كانوا عالقين هنايا، تم النقل ديالهم هما والامتعاء ديالهم بحضور عناصر ديال الطريق الملكي، ولكن في الاثناء باقين هاد الحافله وهاد الشاحنه باقين عالقين هنا انتظار كيفاش غيتم الفك ديال هاد المشكل، وكيفاش انه يتم هاد الشاحنه كيفاش انها تخرب وترجع الطبيعه ديالها ويتم النقل ديالها. واش المحجز ديال رجال الدار الملكي او يسلموها صاحبها، وكذلك سائق او حافله من طريق المسافرين، اكيد هادشي غادي يتم من بعد معرفه شكون سبب هاد الحادثه. وكيف كتشوفوا باقين هنا رجال الوقاية المدنية، انتم كتشوفوا رجال الوقاية المدنية اللي كنشكروهم على العمل الكبير اللي كيقوموا به، ماشي مجاملة، هاد الناس كيقوموا بعمل كبير وكيقدموا راسهم كيضحيوا براسهم في أي عمل، شفناهم في الزلزال ديال الحوز، وكذلك رجال الدار الملكي، انتم كتشوفوا باش حاضرين باش يأمنوا المكان. معرفة السبب الحقيقي ديال هاد الحادث المروري الخطير. الحادث هو هذا، كما تشوفوا شاحنة من حجم كبير مع حافلة، والضحايا تم النقل ديالهم الى المستشفى، وكنتمنوا ان الاصابه ديالهم ما تكونش خطيره حسب ما علم قناه شوف تي في بان الضحايا 5 ديال الاشخاص، نتمنوا بان الاصابه ديالهم ما تكونش خطيره. شيء وقع طريق الصياغة بين مدينة المحمدية والدار البيضاء على مستوى المحول بين وسط المدينة أو اتجاه مطار محمد الخامس. نتمنوا بأن هاد الحوادث ما تبقاش وقع، لأن أكيد السبب ديالها هو التهور وعدم السياقة بطريقة قانونية، ما يمكنش تمشي بشوية والله ما توقع لك حادث، تمشي بشوية ما تطيحش في هذا المشكل. شوفوا كيفاش ان حتى العجلات ديال الرمو كيفاش تحول. شوف العجلات كيفاش واش ربما انفجار عجلة او شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة، وأكيد غادي نوفيكم بتفاصيل أكثر حول هذه الحادثة بعد، أو معنا ما تشوفوا.